السلام عليكم، معكم أمين من قناة أمين التعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله وصلنا للإكسرسيس رقم 14 من الدورة الموجهة للمبتدئين في مجال المحاسبة. كنتي مأفونسي في الديسكريبسيون عندك بادينها الكونط جينيرال فيها 53 فيديو، بادينها من الديفينيسيون حتى الآخر شابيتر اللي هي لي زيفي دو كوميرس. تاني حاجة، البعض منكم اللي زابوني اللي كنشكرهم بطبيعة الحال منفعلينش الجرس، كنلوح دي فيديو ولكن تيقولك او السيد راه ما كتوصلناش الاشعارات ديالك، او بيان تيقولك واش شارح واحد الدرس اكس. انا ديجا شارحه ودير ليه بوبليكاسيون ولكن ما كيوصلكش حيت منفعلش الجرس. سي بون، دونك الله يخليك فيريفي واش اصلا مابوني. تاني حاجة، الا كنتي مابوني فيريفي واش مفعل داك الجرس باش اي نوتيفيكاسيون كتوصلك. نبداو على بركة الله. دونك شنو اليوم عندنا؟ عندنا لو ليفغ جورنال. دونك فيما كنسمع لو ليفغ جورنال، دونك هو واحد الوسيلة، واحد دوكيمون كيساعد داك اللي خدام في الشركة اوطون كو كونطابل انه اي اوبيراسيون دارتها الشركة والا خاصها تسجل. في لا كونطابيليتي ما كنسجلوش فرقة، لا كنسجلو في واحد لو دوكيمون كيتسمى لو ليفغ جورنال، او بيان تو سامبلومون كيتسمى لو جورنال. سي بون، دونك داك لو جورنال واحد لو دوكيمون اوبليغاتوار، او دوكيمون كونطابل اوبليجي على اي شركه خاصها ديرو، كيساعدني باش نسجل اي اوبيراسيون دارتها الشركه من النهار الاول ديالها في اللو... من اول نهار كتكري الشركه، يعني من لو بيلون دوفيرتور وهي عندها لو جورنال بوندون لاني كامله. سي بون، يعني اي اوبيراسيون كديرها لونتربريز سوا كدير اشا او بيان دو فونت او بيان كريدي، اي اوبيراسيون تخيلتيها في دماغك والا خاصها تسجلها. سي بون، وكتعتمد على الخاصيه ديال الديبي والكريدي كيف ما تعلمنا في لو كونط شي ماتيك. دونك لو جورنال هو واحد دوكيمون كونطابل اوبليغاتوار على اي اونتربريز كي انريجستر كيسجل ليا par ordre chronologique بالترتيب. les opérations اللي كدير اليوم ماشي هما ديال البارح، les opérations ديال اليوم ماشي هما ديال غدا، كل نهار والا خاصك دير les opérations ديال ديك النهار. سي بون، هادي المعنى par ordre chronologique. donc toutes les opérations effectuées par l'entreprise décrit الى ما كانوش دوك les opérations عندهم des pièces justificatives على شكل دي فاكتور ما نسجلوهمش في الجورنال. لو كونطاب تيقول لك ما نسجل لك اوبيراسيون في لو جورنال، جيب لي الله يجازيك بخير ديك لا بيس جوستيفيكاتيف كحجه تبقى عندي. سي بون، دونك يا سيدي، دونك عندي، نتخيلوا معايا دابا لونتربريز ديالنا كتكريا نهار الاول في العام 2022، اول نهار في لا كرياسيون ديالها، جابت لينا ان بيلون دوفيرتور. سي بون، سي بون، هاد لو بيلون دوفيرتور خاصك نورمالمون انت كونطاب خدام في الشركه تكون سجلتيه بهذا التاريخ ديال لو 1/1/2022. نعتبروا راسنا حنا دابا في لو 1/1/2022، مول الشركه عطاني لو بيلون دوفيرتور، انا خدام اوتور كونطابل، غنقول له مرحبا ماشي مشكل غادي نحطهم لك لو جورنال. شوف باش ما تصدعش راسك، الجهه ديال لاكتيف هادو كاملين غنسبقهم هما الاولى وغنحطهم كلهم في الدي بي ديال لو جورنال. سي بون، اول حاجه كنبدا بالتاريخ، ها هو لو 1/1/2022، اوتوماتيكمون هادو كاملين فين كاينين في الجهه ديال لاكتيف ونزل عليهم كلهم حطهم في الدي بي. شنو المعنى ديال هادشي؟ المعنى ديال هادشي بان لونتربريز بالتاريخ ديال لو 1/1/2022 كتملك فري دو كونستيتيسيون بالمقدار 6000 درهم، كتملك تيغاني القيمه ديالو 40000 درهم، كتملك بناية القيمة ديالها، عندها ستوك دو مارشونديز باقي ما تبعش ليها القيمة ديالو 10000 درهم، عندها دي كليون كتسالهم الشركة بهذا التاريخ هذا لو مونطون 4000 درهم، فلوس حطاهم في البنكة بهذا التاريخ هذا، فلوس حطاهم في لاكيس بهذا التاريخ هذا. دونك سكيل في هذا كله دي بي، كتملك لونتربريز بهذا التاريخ معين. سي بون، سي بون، وبطبيعة الحال لي نيميرو دو كونت ديالهم بالترتيب. سالينا من الجهة ديال لاكتيف اللي في المقابل ديالها في الجورنال كتسمى دي بي، كندوزو كننتقلو اوتوماتيكمون عاد الجهة ديال الباسيف، هادو كلهم كيتحطو في الكريدي. اللي باقي عنده مشكل في الدي بي وفي الكريدي، خويا راه العيب ماشي مني، راني شارحو غير الفيديو اللي قبل من هذا، واحد دو فيديو قبل من هادو ما
قبل من هادو تنقولوا فيديو رقم 13 رقم 12 وبيان رقم 11 ما بقيتش عاقل. راني نفصل لك شنو هي الديبل كريدي، ما تلومنيش اخويا وما تلومنيش، رجع لي الله يخليك فيديو 13 و 12 راه لعبوا عام كل ما شرحهمش بالتفصيل الممل. دونك شنو قلنا؟ قلنا هذا فين عندي؟ عندي هو الباسيف، غير نزلهم كاملين سي بون اوتوماتيكمون لي مونطون ديالهم هاكا. دابا غندوزو حيدنا لو ان ان جانفي، غندوزو لونتربريز بوندون داك لو موا ان لو موا جانفي واش لونتربريز دار دي زوبيراسيون. سالينا من لو ان ان لا قلت ليه نعسنا وفقنا لو دو لوبيراسيون دارت اوبيراسيون جديده، لونتربريز دارت اوبيراسيون جديده. واخا شنو درتي ا لونتربريز؟ كتقول لي شوف السير كونطابل انا كونتربريز شريت، شنو شريتي؟ شريت سلعه القيمه ديالها 10000 درهم في لو 2 1 2022 وها لا فاكتور ديال السير كونطابل ما تقلقش، النص ديالها خلصتو عن طريق البنكة والنص خلصتو عن طريق كيس. اوطون كو انت كونطابل كتقول للمول الشركه عطينا خويا لا فاكتور، تيقول لك هاك اخويا خذها فينا هي انا غادي نسجلها هاي هاي انا اعتمد، هذه كتسمى ليبيلي سي بون. دونك لا فاكتور اللي غادي نعتمد عليها كبيس جوستيفيكاتيف عادي واللي عندي الحق نسجل هاد لوبيراسيون في الجورنال بالتاريخ ديال لو 2 سي بون. دونك اشا دو مارشانديز وليت كنملك مارشانديز، يعني كنديبيتي لو كونط اشا دو مارشانديز كنملك يعني كنديبيتي سي بون، كنديبيتي ان كونط يعني شريت واحد الحاجه وليت كنملكها كنحطها في الجهه ديال الديبي. دونك هادي واحد لا شارج لا كلاس 6 61 11 سي بون سي بون. كيفاش خلصتي امول الشركه هاد لاشا دو مارشانديز؟ تيقول لك خلصها عن طريق النص ديال 10000 درهم خلصته من البنكه والنص الاخر باركيس، علاش محطوطين في الجهه ديال الكريدي؟ يعني 5000 درهم كانت عندي في البنكه وخرجتها من الكونط بونكير ديالي باش نخلص النص ديال داك الاشا دو مارشانديز. 5000 درهم ثانيه كانت عندي في لو كونط كاس هزيتها خرجتها باش نخلص النص ديال اشا دو مارشانديز. دونك كلمه خرجت هي كريديتيت ان كونط. سالينا سالينا عطينا خويا لوبيراسيون ثانيه اكيزيسيون، شنو المعنى ديالها؟ شريت، شنو شريتي؟ شريت واحد لا فواتور يعني ماتيريال، يعني اشا دو فواتور ماتيريال دو ترونسبور. واخا شرينا واحد الماتيريال ترونسبور بالقيمه ديالو 80000 درهم، 20000 درهم باغ شيك سي بون، ها لا فاكتور ديال الشيك، ها النيميرو ديال الشيك سمحوا لي، اي لو ريست شنو هو لو ريست؟ هو 60000 درهم اكريدي ولكن لمده 3 سنين ماشي لمده اقل من عام، يعني فورنيسور ولكن ابري اون اني ابري اون اني. راني شرحت الفرق ما بين فورنيسور ديال ابري اون اني وما بين كريدي ديال فورنيسور قل من عام، واش متبع معايا الدوره؟ اوكي دونك سير الله. دونك 80000 درهم هو لو مونطون باش شرينا الماتيريال دو ترونسبور، اوكي ماشي مشكل. خلصي 20000 درهم باغ شيك بونكير، خرجنا 20000 درهم من البنكه و 60000 درهم خرجناها عن طريق فورنيسور بقى كيتسالها ليا، ولكن ما غنخلصو ابري 3 يعني ابري اون اني. شنو كيتسمى؟ كيتسمى فورنيسور دي موبيليزاسيون. دي موبيليزاسيون علاش؟ حيت هادي ايموبيليزاسيون، هذا بائع ديال هاد ايموبيليزاسيون. دونك كيتساني 60000 درهم ابري 3 عاد نخلصو و 20000 درهم من البنكه سي بون سي بون. اوكي شنو عندي؟ ريغلومون دون ديت فورنيسور، ريغلومون دون ديت فورنيسور باغ شيك بونكير. دونك خلصنا واحد لا ديت ديال واحد الفورنيسور تفكينا منه، يعني غنوليو نديبيتيو داك لو كون فورنيسور، كون كان مازال كيتسنى غنحطوه في جهه الكريدي. لا دابا حنا خلصناه يعني ولينا كنملكوه صافي، بما اننا ولي كنملكوه يعني غنديبيتيو لو كونط فورنيسور عن طريق داك الكريدي اللي كان كيتسنى لنا، ديك لا ديت اللي كان كيتسنى لنا خلصناها باغ شيك بونكير. شحال الرقم ديالو؟ 5000 درهم. اوكي سيدي دونك ها هي لو 18 ان، تفكينا منك اسي الفورنيسور ولينا كنملكك حطيناك في الجهه ديال الديبي، عندي ميغو دو كونط ديالك عن طريق هاد 5000 درهم خرجناها من البنكه باش خلصناك اسي الفورنيسور وهاد الشيك ديالك سي بون سي بون.
لوبيراسيون هادي اسمحوا لي ما كتبتهاش غير نسيتها، ولكن ما فيها باس دابا انت مبازي معايا غنشرحها معاك اورالمون. اوكي دونك اوتوماتيكمون عنده في التاريخ ديال لو 31/2022 يعني تحت من هادي عاد غادي بحال هكا. اسمح لي يا خويا راه غير نسيتها، ولكن دابا راك انت مبازي معايا، انا غنشرحها لك وغتكون غتفهمني، راه غتفهمني. طول معايا خاطرك، الله يطول لي في عمرك. هكاك شنو عندنا 30/1/2022 واخا هكا حتى انت غدير 30/1/2022. شنو عندي؟ عندي في الديبي شي حاجه كنملكها. اش كتقول لي لونتربريز فون دو مارشانديز؟ يعني هادي سلعه خرجتها من المكازا ديال لونتربريز باش نبيعها. شنو سمعت كلمه خرجت سلعه؟ يعني هاد فون دو مارشانديز غتكون عندي هنا مثلا دابا هادي ها هي غتكون عندي في الشيها ديال كريدي. هاك هادي شنو هي؟ فونت دو مارشانديز. صافي فونت دو مارشانديز بلو مونطون. شنو غنكتب هنا؟ غادي نكتب فونت دو مارشانديز بلو مونطون كامل، يعني 35000 درهم غتكون عندي هنا. ها فين غتكون عندي؟ ودابا الله يخليك وركز معايا، اسمح لي ما كتبتهاش ولكن فهمني. غتكون هنا 35000 وهنا فونت دو مارشانديز بالكريدي في الجهه ديال الدي بي. شنو كيوقع؟ هاد السلعه اللي بعتها كيفاش تخلصت فيها؟ تقول لك النص خلصني الكليان اون اسبيس، النص 35000 بشحال هو؟ جو بونس 17500. دونك 17500 دخلات عندي لو كونت كاس، يعني في الجهه ديال الدي بي سي بون. والثاني شنو غيكون عندي هنا؟ دونك هذا شنو قلنا كاس هاكا على كاس. وشنو هذا غيكون؟ هذا غيكون اسيدي عن طريق شنو؟ اكريدي. لمن كنبيع للكليان، يعني انا بقيت كنتسال لو كليون 17000 درهم وحده اخرى. هانت اسيدي هانت هو باش ما تقولش ليا جوج سيات. هانت صافي هادي 17500 وهادي 17500 وهنايا قلنا فون دو مارشانديز الكريدي ب 35000 درهم. وها لو دوكيمون، ها فاكتور ا جوج سي بون. دونك بغيتي نزيدو لي زيكسيرسيس مرحبا ما عنديش مشكل، كنتسنى لي كومونتير ديالكم على الراه الاشاره. دونك كان معكم امين، الى اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.